سلام حبايب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. واهلا وسهلا بكل البنات اللي انضموا لعيلتي جديد، وخلي لي قلب كل البنات القدام اللي عندي. قبل ما نبلش بالفيديو يا بنات، لا تنسوا تحطوا لي لايك مشان يرتفع الفيديو اكثر، لاني مثل ما شفتوا اخر فيديو نزلته عم بيقفلوا لي التعليقات وعم صارت المشاهدات عليه كتير قليله، بس ان شاء الله انه يعني ما عاد يقفلوا لي التعليقات، لاني عم طالع معي ولادي عم بقفلوا لي التعليقات. بس انتم بتعرفوا انه عقولة الصبايا بلع علوشة ويحيى انه يطلعوا معي ما حلو الفيديو، فمشان هيك كانوا لازم طالعوا معي، وهو كمان انه الفيديو ما حلو بدونهم، صح ولا لا؟ والله يسعدكم كلياتكم على الكلام الحلو اللي عم تكتبوا لي اياه. هلا اول شيء لميت السداش كلياته بعد ما شالوا غرفة القعدة، بعتها غرفة القعدة شالوها، مسحت الاراضي كلياتها، مديت الاراضي كلياتهم، كمان هلا بدي ضبضب المطبخ. كمان ان شاء الله بعد هذا الفيديو بدي انزلكم الروتين بالمطبخ كيف سويته، غيرت المطبخ كلياته وبدي تعطوني رايكم فيه. هلا هون مسحت الغرفه هيك وسويتها يعني شقد ما بحسن، بدي اعمل لها حوسه هيك نظيفه لانه تاخر الوقت، بدي اعمل لها حوسه نظيفه وبدي اغسل برادي كمان قبل ما اجيب الغرفه الثانيه. انصحوني يا بنات مو زاويه احسن، انا عم اقول لابن عمي زاويه وهو عم بقول لي ديوانات موديلهم احلى، انتو شو بتنصحوني ديوانات ولا زاويه؟ شو اللون اللي بدي اخده، يا خمري يا بيج يا بني على لون السداج اللي عندي؟ فكمان انصحوني شو بتنصحوني اجيب، خمري لا بيج لا بني؟ هلا بعد ما اخلص كل هدول وبدي اورجيكم كمان شو بدي اعمل عشاء، هيك عشاء سريع لاني ما ضل معي وقت ابدا انه اطبخ او اعمل شيء. بعد ما خلصت ترتيب الغرفه كلياتها عندي شويه دشكات فحطيتهم، فقلت له لابن عمي صارت غرفتي متواضعه على الاخير. هلا شوفوا كيف مديت السداجه وحطيت الدشكات كيف صار منظر الغرفه في الاخير. هلا عندي الدشكات كل دشك عندي يا لون، فبس جيب الغرفه بدي اشوف شو لونها وافصلهم هيك كلياتهم وجاه كلهم مثل بعضهم، عرفتوا؟ مش هيصير انه البيت كله نفس اللون. بقى شو الله بيختار لي هيك الخير وبظبطها، وكمان رح شارككم كل شيء بدي اجيبه وكل شيء بدي اعمله. خليكم معي انتو لاخر فيديو ولاخر وقت، خليكم معي. شوفوا المسمكة كيف حطيتها على الطاولة، لقيت منظرة احلى من ما كانت جنب الشاشة. بنرجع على الزاوية، اول شيء حنحط هاي، هاي واحد، نجيب الثاني، وهيك صارت الغرفة، شايفين؟ مكوسة يا عيني، هاد روتين هيك سريع. هلا هيك خلصت ترتيب البراد، شايفين؟ هلا هون شايفين هدول الخضرة بالأرض والفواكه كلياتهم، رح رتبهم نحطهم بالبراد، ولادي هون كتير جاعوا فقررت إنه أقلي لهم بطاطا وسويهم لفات كتير طلعوا طيبات، ويلا خليكم معي وشوفوا كيف منظرهم. هذا عشا هيك سريع كتير كتير ولا اطيب من هيك، يلا نبلش. هلا هون رجعت جبت مخلل، فرجوني هلا تصويري بالفلاش احلى. هلا هيك بلا فلاش وهيك بفلاش، بفلاش احلى لا بلا فلاش احلى؟ ما بعرف، في ناس قالوا لي بلا فلاش احلى، بس انا رح اسالكم. حطيت هون خيار، جبت خيار غسلته كله حطيته بالمطربان، حطيت معه جزر. هلا رح طلع كم قرن فليفل حطه معه عشان يصير له شويه حدوديه، وحط له ملح وتوم وشويه خل، وجبت من هذا الظرف. هذا حصرة انا ما شفته غير بالبازر الصراحة، يعني ما بعرف وانتو اذا بالمحلات بالمول بنباعه، والله ما بعرف. هاي الصبح لقيتها دبلانة، هنقعتها بالمي ترى شلون صحصحت، عن جد صحصحت صحصحت. هلا جاي عبالي اكل منها جنب لفات البطاطا. جبنة جبتها من البازار كتير طيبة، طعمتها مثل الجبنة الدهن، عن جد بنصحكم تجيبوها. صدقوا التفاح اطيب الشيء بالشتاء، انا بالصيف ما بحب التفاح زياده بس بالشتاء. هلا حطيت هون الاصفر وحطيت هون الاحمر، هاي الصبح طبقتها، طبقت الفليفله لحالها. رح اخذ لنا كم قرنشه اكبسه للمخلل. هيك شغله كم قرنشه. هون اشتريت فليفله بس هاي حلوه، انا حطيت شوي حدا عشان يصير له هيك الحامض شوي حداديه بيطلع اطيب. طبقها هون بالكيس بدل اختها. هلا هون عبيت الجزر، هون رح حطه هون الجزر والفليفله والخيار والشو اسمه هذا الفجل والليمون، هذا ما بينحطوا بلا اكياس، بس حطوهم بلا اكياس بتشركوا بالبراد. جبت شويه قرنبيط حطيت تحتهم كيس ومحرمه، بركي ان شاء الله ما بيسودوا. الصراحه انا ما بجيب قرنبيط كثير، بس رح اجرب هيك حطهم وعيفهم برا ما حطهم البراد عشان ما هيك يتشركوا. هاي البندوره كمان طبقتها هون، هاد الخيار هيك كمان طبقته، بحاول انه عيب تمون مفتوح تمام، يعني ما هيك برصون عشان ما يعرقوا بالبراد لاني برادي على الهواء. وهيك
وهيك كان شكل الخضرة بالأخير. بابا أنا كنت جميلة بابا أنا شكرا. بعد ما اشتريت يوسفي لقيت كرمانتينا فقلت رح أخذ شوي. هلا أطيب الشي اليوسفي والتفاح والمانجا. وأخيرا خلصت البرات، شوفوا شلون. هيك بكون خلصت البراد ويلا براد ويلا نكمل تسوية سندويشات البطاطا لأني خلصت قلي. البقدونس هدول كلهم لهم مي فحطيتهم على المرمرة عشان يصفوا بعدهم بخبيهم. هلا هون المخلل عندي توم كتير ناعم خسلته منيح وحافته بقشره وقسمته بالنص. لو تشوفوا الأتراك بيكبسوا توم لحاله إنه هيك بياكلوا، والله بيكبسوا مخلل بياكلوا. هلا بشرح هذا الظرف. في ناس قالت لي انه انا بحب اروب له مي بعدهم حتى كانت تفرق، والله نفس الشيء. صار احط لهم حليمون وملح، احط له معلقه سكر، ملح 1 2 3 4 5 6. هلا ضلال عندي هاد المحليمون، رح احطه كله بطلع شي معلقتين. بس بده كمان ها، بس هلا هاد الموجود بكره يجيب لي ابن عمي بحط له كمان. خلاص افتح الموجود حتى يتملى. بتعرفوا شو نسيت؟ نسيت حط له شوية خل. هلا رح احط له شوية خل. هلا هيك خالص. هلا هدول الخبزات فتحتهم هيك، هي حطيت محمرة هيك، هي حطيت مايونيز او توم بتفرق. هلا رح احط البطاطا. ما رح احط في قلبها ابدا شي، بس مايونيز تعرفوا كاتشب. حط لك كاتشب كمان. هلا رح افرم شوية بندورة ومخلل جنبها مشان ما تفنش. علي ويحيى ما بحبوا لا المحمرة ولا شي ولا شي، بس بطاطا ومايونيز وكاتشب. انا رح ساوي على هالرغيف، هاد الرغيف مثل المحرمة قد ما له رقيق. حورجيكم كيسه. هاد هو الكيس تبعه، بجويك برغفان كبار كتير. رح اعمل عليه بس رح اتني طاقين لاني كتير كتير رقيق شمي الشقشق. دهنت مثل محمرة وتوم، رح حط البطاطا، حط لها كمان كاتشب. مثل ما قلت لكم كتير ايه فرح اتنيها طاقة كتير كتير ايه. عم تعرفوا المحرمة مش قد سمكة، هيك سمكوا هاد الخبز. طلع منظرا يا عيني، تأمروا تأمير. هدول لفات ولادي ما أمرت لهم يوم كتير. انا حضرت هيك شغلات جنبهم. يا سلام. هيك كان شكل الاكل بالاخير. ترى هي تومه ما احلى، تومه ما احلى. شوف هاي تومه ما احلى، شايفه؟ شوف هاي كيف طلعت، ايش قد رقيقه طلع هذا طلع منها. مو هاي فيها شي محمره؟ لا ما حطيت لكم محمره. طيب شو هاي؟ خلاص جاعوا، يلا امشوا امشوا. شفتكم؟ يا عيني صحة وألف أنا. بابا طيبات يا أولاد، طيبات. مين لفتك ابن عمي؟ في محمرة هربيها بالمحلة. بابا أنا الحشي. يلا بدي أقول، بدي أقول أسماء إي للمتابعين. أول اسم هي آية. أول اسم هي آية. تاني اسم قمر. قمر. هاي في صبية قالت لي انه خلي يقول اسمي يحيى، والله ما ضل حدا لحدا حتى قال اسمك. لو انا حبايب وصلنا لاخر فيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، وما تنسوا تحطوا لي لايك.